لوبجيكتيف سي كو وقت دخلنا للشامبيونز ليغ الفاز عليه فيهم دو ماتش ا دوميسيل وماتش ا ليكستيريور لازمنا ناخذوا اقصى ما يمكن من النقاط سورتو على ارضيه ميداننا وان نيغوسي كيما يلزم من الماتش ا ليكستيريور لقينا روحنا عملنا 6 بوين في لي دو ماتش زدنا دعمناهم ب 3 بوين اخرين ما جاوش بالسهل جاوا بعد برشا مجهودات جاوا برشا انرجي تحطت من المجموعه الكل اللاعبين كانوا رجال كانوا يقاتلوا وهبطوا بعقليه المحاربين هبطوا بعقليه اللي يحبوا يوجعوا المنافس من لونتام اغلب المقابلات سجلنا في الشوط الاولاني هذا يعتبر نقطه ايجابيه لكن نزيد نقول اللي كانوا الرجاء راهو فريق متكون من جديد فالرجاء رجع من بعيد يزمنا نواصل التطور ويزمنا نواصل العمل حضر فيه بليزيور فاز وبرشا مجالات اللي ناقصين فيهم الحمد لله في مجموعه كبيره avec une concurrence saine بين بعضهم تنافس شريف وكل واحد قاعد يطور في المستوى نتاعه وهذا باش يرجع بالمصلحه للفريق ان شاء الله الوردي قاعد يخدم مليح طالع اون بويسونس تعرف ما يلعب كان في الشامبيون ما عندوش حق يلعب في الشامبيونز ليغ المقابلات تاع البطوله مازالوا كبيره من اللاعبين اللي باش نعاولوا عليهم ان شاء الله في المستقبل.